السلام عليكم. السلام. الحمد لله. هذا اللي حبيبنا في أنا في أتصور. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف سنة وقت؟ في واحد بده هناك، واحد هنا وواحد هناك. لا والله عفوا انا ما لعبت فيه. هو قبل شوي ابو حق ابو العقل. لازم تقرب عليهم شوية. يعني. عند الدار الدار. لا عم ظهر البرك صار صورة تجي مية. شلون انت بك كيف هناك تسأل ايش عشان تكدني؟ روح؟ جربي شوية.
مقابل الإرهاب، مقابل ما نقول ثم ولا رفض المرور. صار بنفس الوقت على السريع، صار من هاي المهجنات.
بعدين عند اخر النهار. بس تحكي لنا انت شو اللي صار. تعرفنا بحالك؟ عطا جايدة. احكي لي ايش اللي صار اليوم معكم؟ والله صار اليوم صادر اول بركسات عندنا وبيوتنا فكوهن وطيهم يحملوا فيهن هاي شايفة الشاحنات يحملن هاي جبات الجيش زي ما انتم شايفينها. من امتى هذول في اللي هن في شيء الى سنة ونص وشيء سنتين وشيء ولا اعطونا ولا هسه اي اوراق هي هسه اعطونا اياها هسه بعد الهدد شايف بعد ما صدروهن اعطونا اوراق. طيب بدهم يرحلوكم من هون بهذا؟ واكيد 100% والله اختي واكيد بدهم يرحلوا بس مش رايحين نرحل يعني اكيد والله ان شاء الله نضل صامدينها نضل يعني مش اول مره بيهدمونا؟ لا هذه اول مره يهدموني انا في المنطقه. ثانية هدوا كثير السنة هاي كثير صادرة وهنا هنا بركسات. طيب شو بتقول للناس انت اليوم؟ شو مين لازم يدعم صمودكم؟ والله ما نعرف والله صحيح لازم السلطة اللي تدعمنا اخواننا يعني صحيح صح ما شو بتطلق مناشد؟ ها؟ إذا بتطلق مناشد يعني شو بدهم أقل شيء يعني أقل شغلة يجيبوا لنا بركسات بدل بيوتنا هذول اللي نهدها يجيبوا لنا بيوت تويين انت عارف الدنيا برد هسه يعني اليوم الحمد لله الجو لطيف شوي اما يقول الليله في مطر ما انا عارف ايش هو هم دائما قبل المطر زي هيك دائما يسووا الهدم والشغلات زي هاي. في عائلات الليله بدون بيوت؟ الليله هو عائلات بدون بيوت هاي كنتوا شايفين هاي هم الجرافات هاي في كمان احنا اول كان الصبح كان بيتين هاي صار ثلاثه وهي الرابع بلشوا فيه والله ما نعرف شو يعني اليوم وين الصف ما بعرف والله والله يستر انا ناشد الكل يعني ودك صحيح ايش ناشد اخواننا في السلطه وشي يساعدونا يعني هذا الاكثر ايش اقول يعني وهذا غير هيك والله هسه بركسات الحلال هسه بدون ما هو في غنم بدون حياك الله حرب كاملين كاملين حرب مجزرة شوفها مجزرة لا يمكن نرجع هون يمكن نرجع هون تصور هذول الاشياء خلاص خلاص في اللون في المقابله تصور الله يسعد لي الحبيب ربنا يعينك ان شاء الله ان شاء الله يعني هذا الواحد هي حكيت لك ما يدير في المطر والله قصه جميله خلص يلا